الحمد لله. أنا جيت سعيد اليوم بالتتويج ديالي بالميدالية الثانية على التوالي الذهبية. الحمد لله اللقب اللي كنت كنحلم به طول السنة، خصوصا لما في السنة الماضية ببطولة العالم في يوجين جئت إلى هنا كذلك باش نفوز بالميدالية الذهبية. كان عليا ضغط كبير هذه السنة، خصوصا أن كان موجود عداء كان كينافسني منافسة قوية هذه السنة اللي استطاع أنه يحقق وولد ريكورد في باريس. دونك أنا استطعت أنني نفوز اليوم وجيت لهنا فقط للفوز، وسوفيا البقالي غادي يبقى مسيطر على هذه المسافة هذه إلى الوقت الذي لم أعود أقدر فيه على تقديم شيء للبلدي والرياضة المغربية. كنتمنى إن شاء الله السنة المقبلة في باريس في الألعاب الأولمبية أنني نكون حاضر كذلك بنفس المستوى ونهدي البلد الحبيب ديالي ميدالية إن شاء الله. ما نتصورش، الحمد لله انا دابا فرحان بزاف وفرحان اكثر الناس اللي في المغرب اللي حتى هما كانوا عايشين على الاعصاب ديالهم هذا اليوم هذا. كنقول لهم شكرا بزاف بزاف والله. ما تصورش الضغط اللي كان عليا باش انني نقدر نهدي هذه الميداليه الثانيه للبلد ديالي. الحمد لله ما قصرش مجهدي، خدمت وربي جزاني اليوم باش انني نتوج بهذه الميداليه الثانيه هذه. وشكرا لهم مره اخرى، شكرا لكم كذلك انتم. هيلا هوب هيلا.